ليست المرة الأولى بل الرابعة التي تطال فيها يد الغدر صحفيين سوريين على أراضٍ تركية، جريمة مروعة هزت السوريين في اسطنبول بعد إعلان اغتيال الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها حلا داخل شقتهما طعناً بالسكاكين، حيث تلقت تهديدات من النظام السوري قبل أيام من الحادثة. عروبة بركات من الجيل السياسي الأول المعارض لحافظ الأسد، تابعت مسيرتها السياسية بعد قيام الثورة السورية وعرفت بظهورها الدائم في المنصات الإعلامية معبرة عن مآسي السوريين، كما أعدت أفلاماً وثائقية كشفت فيها عن قتل المعارضين وتعذيبهم في سجون الأسد. إحنا هاي ثورة عملناها، دفعنا حق دم، دفعنا حق أرواح. هاي الثورة لازم تغير كل شيء، لازم تعيد المفاهيم لإلها مظبوطة. يعني أنا ما بقتنع إنه الثورة ممكن تنتصر إذا ما رجعت المرأة أخذت مكانتها الطبيعي من الاحترام. المرأة أم. أما ابنتها الشابة حلا فهي إعلامية حرة تخرجت باختصاص علوم سياسية من جامعة إسطنبول وعملت في عدة مؤسسات إعلامية كان آخرها تلفزيون أورينت. وقبل عامين من هذه الحادثة فجع السوريون في مدينة أورفا جنوبي تركيا باغتيال الصحفي إبراهيم عبد القادر المعروف بالبازي الفراتي، حيث عثر على جثته مقطوعة الرأس ليتبنى تنظيم داعش فيما بعد عملية اغتياله بسبب فضح جرائمهم عبر حملة الرقة تذبح بصمت. خلال الأشهر التالية من اغتياله قامت يد الغدر بإسكات صوتين للحق فضحا جرائم نظام الأسد وتنظيم داعش، كان أحدهما ناجي الجرف والآخر زاهر الشرقاط. ما هو حكم الذبح حتى للمشركين بالسكين؟ هل كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حيث تم اغتيالهما في فترة زمنية متقاربة في مدينة غازي عنتاب لقولهما كلمة الحق وإيصال معاناة السوريين. تعتبر هذه الجرائم محاولات من نظام الأسد وشريكه تنظيم داعش لإسكات صوت الحق وإخفاء الحقيقة التي دفع ثمنها شرفاء قتلوا ظلماً ليكونوا شهداء للحقيقة.